طب خلينا برضو ناخد رأي كابتن طارق السيد ظهير أيسر نادي الزمالك ونجمه السابق، نعرف منه كده رؤيته للقاء القمة النهاردة، قمة الجولة، الزمالك مع الإسماعيلي. كابتن طارق برحب بيك ويومك سعيد. سعيد يا كريم، أخبارك إيه؟ أخبارك أنت إيه، كله حلو عندك؟ أنا بس سامع صوت حد معاك بس مش عارف مين. معتصم سالم زميلك وحبيبك. حبيبي معتصم، إزيك؟ بيسلم عليك يا كابتن معتصم وصباح الفل عليكم انتوا الاثنين. صباح الفل عليك كابتن طارق. النهارده الزمالك داخل لقاء وما ينفعش يخسر نقط منه، لانه يعني خساره المحل عملت شويه هزه كده في الترتيبه بتاعه الزمالك، لكن بتلعب الاسماعيلي، وبرغم انه الاسماعيلي مش في حالته لكن بيظل الاسماعيلي في الاخر لقاء صعب، وفي حاجات ويعني منافسات وحاجات من زمان وقمه من قمم الكره المصريه اللي تربنا كلنا عليها. فهل تعتقد انه الزمالك النهارده نازل بحسابات انه لقاء الزمالك والاسماعيلي القمه المنتظره، ولا في بعض من اللاعبين هيبقى عندهم حسابات التانيه اللي هي انا بلاعب فرقه مش في حالتها وبالتالي اللقاء اسهل شويه من قبل كده؟ لا، اللقاء صعب جدا يا كريم، يظل الاسماعيلي الاسماعيلي باسمه بتاريخه الكبير ومكانته وبنجومه اللي موجوده فيه، يظل الاسماعيلي فرقه كبيره لازم يتعمل حسابها كويس جدا. طبعا ماتشات الدربيهات اللي زي كده كريم بتبقى ماتشات ليها حسابات خاصه، ولازم نادي الزمالك يبقى عامل حسابه ان الثلاثه بونت النهارده بالنسبه له مهمين جدا جدا في مشوار الدوري، لو الزمالك عايز ياخد الدوري السنه ده او لعيبه الزمالك عايزين ياخدوا الدوري السنه ده. فمفيش رفاهيه ان انت تضيع بونت او تضيع اي بونت النهارده بالنسبه لنادي الزمالك، مفيش رفاهية ان انت ممكن تفرط في اي وقت، لازم تشتغل على نفسك بشكل قوي جدا النهارده. ثلاثة بونت في منتهى الأهمية في مشوار الدوري، وزي ما انت قلت يا كريم ماتش المحلة عمل ضغط كبير جدا على لاعبين الزمالك الفترة الأخيرة، فمهم جدا ان هم يقدروا يحافظوا على كل بونت بيلعبوا عليه الفترة الجاية. فاكر أحلى ماتش ليك مع الزمالك قدام الإسماعيلي كان إيه؟ أو أحلى ماتش عشته مع في الزمالك والإسماعيلي يعني؟ نهائي كاس مصر 2099 3-1 اعتقد، ايه 3-1 كان 3-1 حسام عبد المنعم جاب الجون الاولاني، حسام الشيشيني الجون الثاني، طارق السعيد الجون الثالث، وانا يمكن عملت 2 اسيست في المباراه دي. كانت اول بطوله فعليه، لان انا كنت حصلت على بطوله الافراسياوي مع نادي الزمالك قبليها بس مش اشتركت، انها اول بطوله فعليه ليا مع نادي الزمالك كانت هي البطوله دي، وكان لسه عندي حوالي 19 سنه، وكان من اهم الماتشات اللي مرت عليا في تاريخي. اصعب خصم واجهته من الاسماعيلاويه كان مين؟ بركات؟ والله كتير، يعني انا لعبت على بركات في الاسماعيلي، ولعبت على اسلام الشاطر، ولعبت على احمد فتحي، يعني لعبت على عتاوله عتاوله كله فرقه نار، يعني انتوا لعبتوا اجيال الاسماعيلي عظيمه. اللي كان بيروح يلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه كريم يعني كان بيبقى لو خد نقطة بيزغرط بالبلدي كده بالفعل. والله بس صح. احنا يمكن جيل كنا محظوظين شوية على الإسماعيلي، الحمد لله رب العالمين، هم خدوا مننا الدوري بتاع 2001 2003 2002 2003 اعتقد انما احنا كنا حصلنا على 3 دوري ورا بعض او في الاربع سنين يعني صح، اللي هم من 2000 ل 2004، والاسماعيلي هو اللي حصل على واحد دوري من يعني كنا في الفتره دي الحمد لله كنا يمكن ما بنهبش حد، انما بنعمل حساب الفرق الكبيره صح، عارفين احنا بنعرف نلعبهم ازاي. فرقه الاسماعيلي طول عمرها فرقه كبيره جدا يا كريم، وانا زعلان جدا عليهم. كل الناس زعلانه الاخيره ايه، كل الناس زعلانه الحقيقه. الاسماعيلي الضلع الثالث من الكره المصريه، فما ينفعش انه يكون موجود في الحته دي صح. فلا فرقه كبيره ولازم يتعمل لها حساب، ولازم لعيبه الزمالك النهارده يبقوا عارفين ان هم هيلعبوا يمرض الاسماعيلي ولا يموت. اتفق معاك جدا، يعني هيلعبوا فرقه كبيره وهيلعبوا اسم كبير، لازم يبقوا عاملين حسابه. والثلاثه بونت بالنسبه للزمالك زي ما قلت من شويه في منتهى الاهميه صح، فلازم يبقى التركيز عالي جدا في المباراه، لان خد بالك الاسماعيلي برضه في الماتشات الكبيره ممكن المكسب بيجي يبقى مكسب مضاعف يعني بالظبط كده. الله ينور عليك، هم بالظبط كده كسبوا لافينا في الكاس، وبداوا يخشوا في اول مكسب ليهم في اول السنه الجديده يعني، فالتركيز معاهم لازم يبقى عالي جدا النهارده من بعد الدنيا. انا بشكرك كابتن طارق على وجودك معايا ودايما كده متالق، بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق، ولسه مكملين مع كابتن معتصم. احلى ماتش واجهت الزمالك فيها كابتن معتصم كان ايه بالنسبه لك؟ يعني كان ماتش
2009 السنه اللي لعبنا فيها ماتش فاصل مع النادي الاهلي في الدوري. لعبنا النادي الزمالك في اسماعيليه وكسبنا 3. ده كان اكتر مهاجم في الزمالك كنت بتعمل حسابه كان مين؟ كان قصاد ماتشات الزمالك. عبد الحليم علي. عظيم عبد الحليم علي. كان بيعرف يحرز اهداف. كان يعني عبد الحليم لا طبعا من الفراوده العظيمه في نادي الزمالك بصراحه. بشكرك جدا يا كابتن معتصم يعني، وبتمنى ان شاء الله من كل قلبي الاسماعيلي يرجع لمكانه الطبيعي بنجومه وابنائه اللي زيك، واتمنى يعني يا رب ان شاء الله ان هم يكونوا موجودين الفتره اللي جايه.